بالسلس بس تقشيش صاحبي. يوم الاخوان الموضوع ديالنا على شي حاجه اللي برزطاتني بزاف مؤخرا. كلشي كيصيفط ليا ميساجات في لي كومونتير هضر على سجين هذا الفيلم الجديد ديالو, فيلم اندونيسي ماشي داك السيري القديمه ديال التواركا. حيت انا السيري ديال سجين التواركا كامله تفرجت فيها, ما جاتنيش كتخلع بزاف, واخا انهم كيبداو يدخلوا فيها بعض المرات شي حوايج اللي دينيه بحال القران, ولا كتحس بان الحجاب وكذا والسحر كيبان لك انه سحر عربي. هادشي كيخلينا نخاف. دابا البلان اللي جاني الاخوان وقت ضروري خصني نهضر في هذا الفيديو, حيت انا جاني واحد الفضول الاخوان اللي كبير بزاف, وكنت باغي نمشي نتفرج في هذا الفيلم, ولكن خطرة شي حاجه حبساني وبغيت نتفرج فيه. حيت الاخوان شفت واحد المقطع انهم تصوروا معايا هاد المساخيط هادو دايرين اية الكرسي وراه واحد الموسيقى اللي في شكل اللي ما بغيتش نديرها لكم كاع انا في هذا الفيديو, حيت بزاف منهم داروها ما بغيتش نسمعها. المهم الموسيقى في شكل يعني كتبرصتك, فهمتي؟ كاين شي واحد يقدر يدير القران مع الموسيقى اصلا, هي تخليك انك تقاطع وما تتفرجش داك الفيلم, ولا تزيد انك تزيد تساعدهم باش يزيدوا يشرحوا اكثر. اسباب تخليك ما تشوف فيلم سجين المليء بالسحر الاسود. اول شيء لازم اوضح للناس انه الفيلم اللي قاعد احكي عنه حاليا هو سجين النسخه الاندونيسيه. حاجه الاخوان, انا تفرجت في هذا وتفرجت في هذا وما عقلتش فاش تفرجت شي واحد اخر, تفرجت في ثلاثه وهذا وقالت هذا. هادو لا علاقه لهم, هادو في فيرسون تركيه, ماشي هو علاش كندويو. حيت بزاف منكم تيقول لكم لا فيلم حام ما تفرجت فيه وما طرا ليا والو, تندويو على هذا فيرسون اندونيسيا. البلان ديال هذا حتى هو خلعني, راه ما نعشتش الويلات باش تفرجت فيه, حيت هادو كيدخلوا لك شوف الحجاب, السحره العربيه, كتسمع داك السحر باللغه العربيه, كتسمع القران, هادشي تيخليك تخلع اكثر. ماشي بحال الفيديو ديال الاجانب, فيلم ديال الرعب ولا شي حاجه كيبين لك شي مونيكا جايه كتجري ولا طرشك صاحبي, تخلع على مونيكا ولا بليزا في سبيس وما بقاش كيخلعنا داكشي. ولكن هذا جديد, قلت لكم شفت واحد اللقطه اللي برزطاتني انا, شفت واحد اللقطه في الاعلان ديال الفيديو بحال اية الكرسي داخله معها شي موسيقى في شكل صاحبي. والقصه حقيقيه وماخوذه من سلسله افلام, القصه حقيقيه, سجين التركيه. واحده كانت تحب ابن عمها المتزوج وحاولت ان تعمل سحر اسود, سحر تفريق لتفرقوا عن زوجها. دابا انت سمعتي هادشي كامل, علاش فيك الفضول انك تمشي تفرج فيه وتقول انت مدي راسك؟ راه باينه شي حاجه اللي خطيره عليك يا اخوان. حنا دابا المشكله ديالنا اكثريه حنا كشعب كانسان, ماشي نقولوا كمغاربه, فينا واحد العياقه راه ما يمكنش. دابا انا غير باش نبين انني انا واعر غنمشي نتفرج فيه, وفي راسكم انا بالضبط جاني هذا الفضول, بغيت نتفرج فيه نشوف هاد الناس هذو اللي كيدويو بزاف وكذا, واش يوقع لك شي حاجه ويعني فيه كلمات ديال الشعوذه وكذا, عاد بغيت نتفرج فيه وما نتفرج فيه في الليل باش نبان انا واعر ونقول لصحابي انا راه تفرجت في هذا الفيلم. راه الوعوريه ماشي بهذه الطريقه هذه, ولا انا شفت هذا الفيديو اللي فيه هذه العمليه اجراميه. وهذه المشكله طلع لي واحد الفيديو لا دابا باقي ما شفتوش ديال بونس ناس, هذاك اللي كيدير مغامرات تياكل الثعاليب وتياكل الفيران وداك الشيء. البلان وما فيه بان لي انه دخل لشي بلاصه مهجوره وتفرج في الفيلم كامل. ولكن دابا صاحبي زنو زعما دابا تبان لينا واعر انك لا مشيتي دخلتي تما تفرجتي في ذاك الفيلم زعما ما فهمتش. بصراحه درتي حاجه صعيبه وما قدرتش نديرو حنا يعني, عادي متفقين معاك عليها. ولكن راه استقشي بحال اللي درتي واحد الاشهار واحد البرومو لهذا الفيلم بانك بان بغي يولي دير في حالك ويبغي يدخل معك في التحدي باش مشيت هو يتفرج فيه في دارهم ولا شي حاجه. وانت شنو؟ الفيلم يروج للسحر الاسود وشيطاني الاسود ومليء بالسبليمينال مسجز اللي هي الرسائل الخفيه اللي تذهب لعقل الباطن, وهذه الرسائل قادره على التاثير على عقلك الباطن والعديد من الاحيان غسل الدماغ. راه بعض المرات انت عينيك كتشوف شي حاجه وودنيك تسمع شي حاجه, ولكن تقدر يدوزوا لك ديك الناس اللي كيبينوك ديك الحاجه شي ميساج اللي ما غتعرفوش. بحال واحد الرسوم اللي قديم شحال هادي, تصوروا فريم جزء من الثانيه, حطوا واحد الصوره في واحد الرسوم اللي كان انيمو شفت في السينما ولا ما عرفتش, صوره اللي فيها واحد الايحاءات اللي انت بعينك لشتي هكا واخا تعيا ما تحقق راه امبوسيبل تبان لك. ولكن تصوروا معايا العقل الباطن ديالك راه تكيب سنوات ضوئيه من عقلك اصاحبي العاد, راه تيقدر يديتكت هذا الشيء ويقدر يدخل ليه للضب. وسير اخويا تفرج بين لي. اوكي. انا رايت عدد كبير من العلماء والشيوخ كلهم بيحذروا من هاي النص. حتى الناس ديال الدين هضروا. اكيدين انه فيه سحر اسود وطلاسم. دابا هاد السيد توبت نوريكم لا فيديو, ولكن من دخلت ليه لقيت طالق داك الفيديو ديال الاعلان ديال السجين وفي داك الصوت ديال الرياكشن. حيد الكاسك الخوت اولا حتى يفوت هاد الهضره اللي تيقول. سجين يعني السجن الصغير الضيق, وده مصطلح قراني موجود في سوره المطففين. قال تعالى: كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. حكم مشاهده الفيلم ايه؟ الفيلم المشهور قوي ده شديد الرعب والحاجات مؤذية نفسيا حرام الإنسان يعذب بها نفسه, كمان لفافات مكتوب عليها بالقرآن وقرآن بيتلى وخلفيته موسيقى. لو ثبت هذا عنه فقد تأكدت الحرمة, فاحذر وحذر الناس منه. العنوان شنو كاتب؟ دخل الفندق مهجور وتفرج في فيلم ديال السجن. يعني هذا السيد هذا
اصلا هو ما تيشتش فيه السحور سبحان الله. بغيت نتفرج في الفيديو ولكن ها هو انا كنحيد الصوت اخوتي بغيت نسمع شي حاجه. هو تيتفرج فيه يعني الفيلم كامل تيتفرج في الفيلم وطلق الصوت في هذه البلاصه مهجوره. عرفناك اخويا قلبك قوي ما تسخافش. ولكن علاش زعما دابا راه الدراري الصغار تيتبعوك بزاف انفلونسون يمشيو يتفرجوا والله تيتفرج فيه بالله نشوف شوق عليه شي حاجه في الاخر ولا بقى حي شوف ليك ما يخرجوك دابا النيت والله ما اقسم بالله لا العظيم مخلوع غير والله ما سمعوا الدراري والله حتى كاينه شي حاجه تما والله حتى كتحرك شي حاجه تما لا والو جاو بغاو يسلموا عليك التعويذه ديالهم صافي رب العلي العظيم عرفت على التليفون تحركت شي حاجه تما تحركت شي حاجه تما كنحس بصداع هنايا كنحس بصداع هنايا هنا كيضرني هنا هنا في ظهري السنسول اخويا راه السنسول تيضرك بالبرد واش كاين شي واحد في شهر في شهر واحد غادي بالشورت وعري هنا كي كنتي تسارى في الليالي بزاف ميمكنش ميمكنش واش داك اللي عنده شدك اللي عنده غادي نكمل الفيديو الدراري باقي ما سالاش الفيديو هذا ولا شنو هيدا ليا الصوت اخويا والله لا سمعته بالله انا ضعيف خواف حيت هنا صاحبي راه فاهمين القوه بطريقه خاطئه زعما انت راك صحيح زعما تتفرج في الفيلم واه بطا والله تنتفرج فمو ولكن انا ما يدخلوش لي شي حاجه دينيه ولا القران يتلقوا مع الموسيقى ولا شي حاجه ولا يدخلوا لي شي حاجه اسلاميه دينيه فهمتي الدين ما تلعبوش به نشوفوا السال هذا الفيلم هذا شنو وقع عليه غنخرج الدراري والله شنو وقع والله العظيم ناس بزاف هادشي اقسم لكم برك العلي العظيم دابا بزاف شوف يبركب الميكروفون بعدا غنخرج الدراري والله الا غادي يخرج صافي بارك عليا هو غادي تخرج خرج علاش باقي كتعاين شنو زعما والله ما قدرت نكمل حتى وخرج خرج الفيلم بغيت يخرج من فمه ما هنا فيك كتحرك هنا فالبلايصه الدراري اصلا هذه البلاصه هذه تدخل ليها بلا فيلم سجين بلا حتى العبر راه غير مرقوق اصاحبي هذا الشيء شو كيما جور شحال سنين راه هنا فين كيعيشوا اصاحبي فين هو هما اللي عايش فيك شي بلاصه الجنونه ديال البلاصه المفضله عنده اصلا والله حتى تحركت شي حاجه ثلاثه المرات شوف لحمت تبورش عليا والله حتى لحمت تبورش عليا ما قدرتش الدراري نكمل ماشي ما قدرتش ماشي خايف كون كنت خايف غادي نخرج دابا نجري ولكن هذيك تسمى كتسمى رد الفعل ديك رد الفعل هي اللي على كل شيء شي حاجه كتحرك هنا ولكن ما عرفتش شنو الا كاين شي واحد هنايا انا عارف بان راه كاين شي كاين عرفتك انت كاين وعندك طيبو في اللوز ودير تعمرو بالزبيب يخرج لك شي مشكل تغدرو ديري ما يمكنش باش ماقدرش نكمل ماقدرش نكمل الفيلم لا غير كملو اخويا كملو دوك الطراميس اللي كان كيدير خونا في الفيديو طراميس اللي كان كيدير خونا في الفيديو الطراميس دابا سمعوهم شو شحال 386,243 حيدني انا حيت ما سمعتهمش و 242 كاملين سمعوا هادشي اخي بنسنس والله العلي العظيم والله وقسما بالله وقسما بالله العلي العظيم الدراري شي بغيت شوف راه تيقناك اصاحبي خرج في حالك بغينا السلامه ديالك حنا عارفين هاد الامور هادي ولكن ماشي بداك ما عرفتش الحركه وكذا باقي ما تنشك فيها جويه في القناه بغيتهم كلهم يكونوا ذنوب عليا كل واحد في 1000 واحد وحنا مسامحينك حسبها متسيقينك اخي بنسنس كل واحد دوبل 1000 واحد الا كذبت عليكم الدراري حتى كنحس بظهري دابا في السنسول ديالي ثقيل هاد كاين البرد ديال البرد كنحس بالسنسول ديالي ثقيل ها البرد اخطر مغامره درت حاليا 2024 لاحظتي ديما اخر فيديو بنسنس كيحطو تيقول لك اخطر مغامره درتها في القناه يعني اخويا هادشي راه غادي بيك لواحد البلاصه ما عرفتش نتمنى لك يا ربي الله يحفظك
عزيز علينا قلبك زوين وكذا، واخا تدير بعض الاغلاط وبعض المحرمات الله بينك وبين الله داكشي ربي ان شاء الله يغفر لك. ايه هو خويا خصك تكيس على راسك، حنا ما كنطلبوكش دير شي مغامرات اللي صعاب بحال هكا وتطلع للجبل تنقاص واش غير شوف دير شي طاجين ذبح شي دجاجه فيما يرضي الله وهادشي اللي بغينا. يلا كنعيط لكم سميتكم بان. يلا يلا بان. يلا اللي كاين دابا تصور يبان السي بنسنس تصور يبان واش قدها تصور يبان دابا تصور يبان اصلا ما يمكنش يبان انت دوز لك شي قطيطه من تما متسيفه ما تقلقش الا كاين شي جن هنا يبان. صاحبي توا صاحبي بالسلس ما صدقتيش صاحبي.